أمراض عدة تسجل بالمؤسسات التربوية تعرف انتشارا واسعا في أوساط التلاميذ، ما دفع الأولياء إلى تحذير الوزراء من الخطر الذي يحدق بأبنائهم. القمل راه انتشر بكثرة، احنا رانا في 2017 مازال القمل في المؤسسات التربوية يدور بين التلاميذ. ناخذ على سبيل المثال ناخذ ليباتيت بي ليباتيت ا بوش فاير اللي راه ينتقل من التلميذ للتلميذ، بوشوكا والحشرات هذوك كيما نقولوا لهم بالدارجه الجراد، راه معجز ينتقل من واحد للواحد. غياب النظافة بالمؤسسات التربوية لا سيما الابتدائية التي يسند تسييرها إلى البلديات عقب تراجع الوزارة عن قرار سحبها منها، فضلا عن غياب وحدات الكشف الطبي، عزز من انتشار مثل هذه الأمراض والأوبئة. أسباب عديدة منها عدم النظافة في المؤسسات التربوية على سبيل المثال المراحل. إذا كان في العاصمة نخبو على سبيل المثال في بلدية برج اختفان، صدقوني لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاية أولياء التلاميذ مع المدير يتصلوا برئيس البلدية تاع برج اختفان يقولوا له المؤسسة ما كاش اللي ينظفها، راها ماشي نظيفة، راها ولات مزبلة المؤسسة، يقول لهم أنا ما عندي ما ندير لكم. والغريب في الأمر أن تسجل هذه الأمراض بالعاصمة في الوقت الذي تصل فيه إلى نسب قياسية بولاية أخرى، لتبقى الصحة المدرسية الغائبة الأكبر بالمؤسسات التربوية.